في رسم لوحاتها واختيار محتوياتها بدقة وعناية فائقة. عم تتمتع عين الناظر أو عم تمتع عين الناظر فيه وبتشد انتباهه وبتلفت اهتمامه فيها. لنتعرف أكثر على هاي الموهبة الشابة السورية بصرنا نستضيف في الاستوديو الأستاذة منى كرش الرسامة والفنانة التشكيلية. يسعد صباحك أستاذة منى، أهلا وسهلا فيكي. نورتي صباحك، نوركم تسلمي يا رب. شكرا لكم يا رب. بالبدايه نحن حابين استاذه منى تعرفي المشاهدين والمستمعين من هي الاستاذه منى، دراستها، عملها، وبدايه موهبتها بالرسم. بدايه بتشكركم كثير على هالدعوه الكريمه ويسعد لي صباحكم جميع. صباحك. انا منى كرش، فنانه تشكيليه. بدايتي كانت بالرسم من وقت اللي كنت صغيرة، يعني كانت أختي من البدايات. نرجع للحكي القديم جدا، كانت أختي خياطة، فبقى بالخياطة كانت على طول يصير عندها قماشة تجيبه مشان مثلا يكون في تنانير مكسرة تبعتها لمعمل، هذا المعمل كان يبعث لها القماش مكسر، فبقى هاد القماش المكسر يخرج منه الورق. الورق تمسكه ترميه، أنا لا 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 ترميه هاتي. كانت أختي كبيرة، أنا كنت بصف الثالث تقريبا. حلو. أخذه وأعمل منه أشكال، أعمل منه هو ورق مكسر. نعم. فبقى نعم. كنت هيك لف منه مثل وردات. أعمل منه أحيانا فساتين، يعني هاي اللعبة كانت بالنسبة لي محببة جدا، أنا وأختي اللي أكبر مني، يعني بيني وبينها هديك سنة ونص. مع هالوقت يعني مرة كنت بصف الرابع تقريبا، كان في عنا اجوا طلاب ستاج، على الاغلب يعني يعطونا رسم. حلو. طلاب ستاجات يعني ضمن المدرسه الابتدائيه. نعم. فبعطونا رسم، قال كل وحده ترسم الرسمه يلي بتحبها. انا وقتها رسمت، لهلا انا برسمها يعني بهداك الوقت وبرسمها لطلابي بعلمهم اياها. حلو. لانه كان لها اثر كثير حلو بداخلي. وقت عملت جبال وعملت نهر، النهر عملته من فوق ضيق ونزلته بالعرض يعني لتحت، وعملت كوخ صغير وعملت شجر قدام منه، فبقى يعني نالت اعجابهم رسمتي والصف كله صفق لي وقرموني بالمدرسه. يعني وقتها كان هن جايين كطلاب بدهم يعملوا مشروع تخرج لهم، وبنفس الوقت يعني انا كنت لهم، وبنفس الوقت يعني عطوني دفع اكثر وقوه اكثر اني انا ارسم واتعلم. يعني حلو ما شاء الله. هي كبدايه. بالاساس انا منى زين العابدين كنيتي، من الشام، من دمشق. اهلا وسهلا، اهلا فيكي. لكن هون بتركيا يعني نسبوني بالكريش نسبه لزوجي. ايوه. نعم. ايوه يعني هي النقطه، وصار كاسم شهره لي. نعم. شرفنا فيكي اكيد. الله يسلمك. استاذه منى، يعني نحن نرى الان هذه اللوحات التي تم عرضها بالكاميرا، وكل لوحة ربما تتحدث عن قصة وعن حكاية، لكن خلفها تجربة شعورية غمرت السيدة منى فترجمتها بهذه اللوحة. أكيد. دعيني يعني أتحدث عن تلك التجارب. ما أكثر ما يستهوي السيدة منى؟ ما هي التجارب الشعورية التي تستذوقها وبعد ذلك تترجمها على شكل هذه اللوحات؟ هلا انا يعني لما برسم، برسم لما بيخطر على بالي ارسم. يعني مثلا كون قاعده هيك ما بدي ارسم، ما برسم. جميل. فبقى برسم بمشاعري، برسم باحاسيسي. جميل. بانفعالاتي. يعني بالشيء اللي انا فيه، فبقى يعني كل رسمه الى حاله وكل رسمه الى وضع. اكثر ما يستهويك، اكثر الحالات اللي هلا انا اكثر شيء بحب الطبيعه. اكثر شيء بحب ارسم الطبيعه. حلو. لكن من ضمن الطبيعه برسم الحاله اللي انا فيها. ايوه. يعني ربما تعكس حالات ربما متعلقة بحزن، متعلقة بضجر. أكيد أكيد أكيد. بالترجمية. أكيد. بعد ماذا تحسي؟ برتاح. برتاح أنا. يعني يعني صدفت مبارح زميلتي شافتني بالطريق، فبقات لي منى ما شاء الله انت مع كل هالظروف وعم ترسمي وعم تعملي، لما انا بهرب من هالظروف للرسم. بالرسم. يعني هي تفريغ تماما نفسي. طيب استاذة منى، اذا بدنا نحكي عن طبيعة الالوان كمان، يمكن هي عم تلعب دائما دور. يعني ما شاء الله عم نشوف هون مثلا في لوحات كاملة عم تكون صفراء، في لوحات عم تكون ارضية زهر. الالوان كيف تعني لك؟ انا عامة يعني
رغم كل الظروف ورغم كل المآسي إلا أنا بحب التفاؤل. حلو. يعني أي نمط أي حزن أي شيء مر علي بحزن وبتضايق أو هيك، لكن لوحاتي الغامقة ولا لوحاتي الحزينة قليلة جدا. يعني مع أي شيء عندي تفاؤل، بحب دائما تكون ألواني زاهية، بحب دائما تعطي هيك فرح ابتهاج. يعني واضح ما شاء الله، واضح جميل. الألوان الجميلة وفيها شيء دائما هيك حيوي عم يكون، بتحسي بيبعث التفاؤل وال يعني هيك السعادة. هلا إذا بدنا نحكي عن المعارض زي اللي شاركت فيها الأستاذة منى، شو هي طبيعتها؟ عم تكون معارض بتركيا، لك سابق كمان معارض بسوريا، نحكي عن هالتجارب. هلا أنا كبداية من لما كنت بالشام، أنا درست معهد إعداد المدرسين قسم الفنون النسوية، فبقى مباشرة أنا تخرجت وتزوجت. السنة الأولى مللت جدا وتجرت كثير، قلت له لجوزي أنا ما بق يعني ما بقدر أقعد هيك، فبقى هو كان مساند إلي، قال لي ما مشكلة. فبقى مباشرة دخلت على المدارس ودرست. جميل. على الأغلب مادة الرسم. حلو. يعني درست بمعهد نسيبة الأنصارية وقتها ببرزة، لكن طهو يعني مادة طهو بما أنه كنا نحن فنون نسوية وهيك يعني وأنسجة وملابس، لكن أغلب يعني الدروس اللي كنت أعطيها بقية المدارس كلياتها كانت بالرسم. كانت المعارض يعني بتخص الرسم تحديدا ضمن المدرسة بس. حلو. نعم. حلو. لكن إنه برا يعني كنت بنقابات أو شيء، لا ما كنت ضمن المدارس. يعني أنا والطلاب وبتركيا. لما أجيت لتركيا أول ما أجيت أنا ما قدرت أقعد، يعني كوني إنه يعني دائما بدرس وبقعد مع الطلاب وهيك أصلاً. يعني فبقى كان في مدرسة قريبة من بيتنا طلبوا معلمين، دخلت لعندهم والأستاذ استقبلني وأخذني أعطاني درس صف الأول درسته بعد من مدرسة. تركيا. نعم. تركيا سوريا المستقبل. حلو. هي اسمها نجيب فاضل، يعني تركي كونا تركيا كنا بعد الظهر يعني. أيوة. نحن كنا سوريين مؤقتين يعني ضمنا. فبقى أول معرض كان إلي بتركيا بعد ما أخذت الصف الأول والثاني، بعد من التربية واليونسف دخلوا على المكان وقال كل واحد لازم يأخذ اختصاصه، فبقى أنا حولوني على الرسم كوني اختصاصي رسم. ما شاء الله. أول معرض كان إلي ضمن هاي المدرسة، وإجا وقت حضره مدير التربية وقائم المقام وقتها كتير انبسطوا من لوحاتي. ما شاء الله. وكنت أنا والطلاب يعني أنا منشرته على الفيسبوك عندي هذا المعرض، فبقى يعني الكل تفاجأ فيه، ما توقع إنه من الطلاب هيك جايين وبعد حرب وبعد هيك، يعني إنه يطلع معهم كل هالإبداع ويطلع معهم كل هالتجارب الحلوة. ما شاء الله. حلو حلو. ما شاء الله. هذا أول معرض كان لي بإسطنبول 2017. حلو. طيب. وبعده بعد منا في مدارس الياسمين الدولية كمان كان في ذكرى يوم الأرض، بعثت لي خبر إنه شارك معهم بالمعرض، كمان شاركت بمعرض ذكرى يوم الأرض وأخذت تكريم من السفير الفلسطيني السيد فايد مصطفى. وبعد منا كنت دخلت بمعارض كونها كبازارات يعني النساء الياسمين ومعرض أمي وهيك، لكن ما لقيت نفسي فيهم، يعني كونهم إنه أكثر من يعني شغلة، يعني مثلاً طاولة محطوطة عليها شغل إيد، بالتخصص شغل إيد، طاولة مثلاً محطوطة عليها أكل، فبقى العالم أغلبها جاية لغير أمور يعني. نعم. ما أنا جاية هدف الرسم. نعم. فبقى كنت فترة انتسبت لجمعية شام وبدينا فيها كمان بمعارض كتير حلوة. أول معرض كان بمعرض الكتاب العربي، كان اسمه المعرض خواطر لونية. خواطر لونية كان على هامش الكتاب العربي الدولي الخامس. نعم. كمان شاركت فيه بلوحة. وبعد منا معرض ألوان مهاجر كان بزيتون بورنو بالمركز الثقافي بزيتون بورنو. وبعد منا معرض يوم اللجوء كمان فترتها حضر السيد نائب الوالي والسيد رجب باطو رئيس دائرة الهجرة السابق باسطنبول. نعم. وكمان يوم الانقلاب 15 تموز شاركت بورشة عمل بالاتحاد والشباب والرياضة. حلو. برسم مباشر. وكمان كان بيوم الجمهورية بالتقسيم، فبقى أنا يعني كنت بالهالك التيم عم بشتغل بفترتها، يعني تم نقلنا من مكان لآخر. نعم. نعم.
فبقى كان وقتها كل مراكز الهالك تيم كانت مشاركة وأنا شاركت بعدة لوحات، وطبعا إجوا يعني كل ما شاء الله المسؤولين وكمان يوم التعليم المهني للجميع كمان شاركنا فيها بمركز الهالك تيم عنا بأرناؤوطكوي، وكمان ذكرى نشيد الاستقلال كمان من كم يوم شاركت فيه. موجودة هون؟ لا هذين كان نعم بعثوا للتربية. لا هذين ما نشرتهم لسه، بعثناهم على التربية وهن ما بعرف لوين هلا بعثوهم، بس ان شاء الله في معرض حلو عن قريب يعني بمناسبة ذكرى نشيد الاستقلال. هذون بالنسبة عم أقول لك للمعارض اللي تمت ضمن الدولة التركية. نعم. أما في معارض أخرى خاصة مثلا كانت مثل معرض بصمة فنان، معرض الفن نور الحضارات، حلو ما شاء كمان الله. هدول شاركت فيهم ممكن دول داخل تركيا لكن مع جاليات عربية يعني خاصة كان حلو. هدون نعم. كونهم يعني فنانين يعني خاصة ما شاء الله. إيه بس يعني حلو يعني أكيد. كل شيء مشاركات حلوة مثل هاي اللوحة مثلا يلي بإيدك. نعم. هون وقت الأديب أحمد حسين طلب أنه تكون غلاف للقصة تبعه، جميلة وأخذها كغلاف قصة لتبعه، اسمها كانت رسالة يعني أخذها بمعنى ما شاء الله رسالة. هي بالفعل كل اللوحات عم تحمل دائما طابع مميز. وأكاديمية الصحابة كمان للسيد جويتار وقت أعلن عن مسابقة ل كتاب غلاف كتاب اركب معنا، وكمان الحمد لله يعني أخذت فيها شهادة تقدير وشكر ما شاء الله. بعد منا اجت الكورونا، انا حكيت كثير لا ولا يعني صار الوقت صراحه حقيقة يعني اخذنا الوقت لكن لعل اللوحات التي تم عرضها تتحدث اكثر عن تلك الموهبه وتلك الابداع المتمثل لا اقول محليا وانما باذن الله تعالى لعل نرى لها محطات دولية أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة منى كرش رسامة وفنانة تشكيلية، وإليكم أعزائي المتابعين والمتابعات بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة صباحك مسك. أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كان معكم بلال صالح وزميل